السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. نعم يا أختي. يا شيخ، أبغى أسألك عن ألو. نعم، ما سؤالك؟ يا شيخ، سؤالي عن حكم عمل المرأة كباحثة، وهل حكمها في طلب العلم؟ نعم، عفوا، وضح السؤال يا أختي. فاسمع وكلمينا كما نكلمك. ما السؤال بوضوح؟ حكم عمل المرأة كباحثة. عمل المرأة مبني على أمور. أولا، ما هذا العمل؟ ثانيا، ما الملابسات المحيطة بالعمل؟ إذا كان العمل في نفسه حلالا لا بأس بذلك، إذا كانت الملابسات المحيطة آمنة موافقة للشرع.